الفرق المتصدرة ومنها الرجاء، الرجاء الذي قدم مباراة أكثر من رائعة وفاز بستة أهداف مشاهدين كرام دون رد. إذن على فريق أدوانا ستارز، إذن الهدف الأول سجله محسن يجور في الدقيقة الرابعة، ثم محسن يجور مرة ثانية بهذه الرأسية الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشرة، زكريا حدراف سجل الهدف الثالث لفريق الرجاء بعد هذه التمريرة الرائعة إذن وتسديدة سجل بها الهدف الثالث في الدقيقة الثلاثين. الرجاء دك حصون الفريق المنافس بهدف رابع في الدقيقة الثالثة والثلاثين عبر سفيان رحيمي. إذن نتيجة أكثر من رائعة، رباعية دون رد في الشوط الأول، سيطر بالطول والعرض بالنسبة للرجاء الذي تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عبر الهدف وهو محمود بن حليب. إذن هدف خامس في الدقيقة السابعة والخمسين، ثم هدف سادس في الدقيقة الثانية والثمانين. إذن جعلت هذه الأهداف جعلت الرجاء يتصدر هذه المجموعة الأولى، فيما فيتا كلوب إذن خسر، وبالتالي الرجاء هو الذي يمكن القول بأنه سيطر وحقق الأهم أمام جماهيره وفاز بنتيجة